يا مساء الفل واهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد وسريع من عالم السيارات. معاكم عمر عبد المقصود ومعانا النهارده ميتسوبيشي اكسباندر فيس ليفت 2023 اللي هنتعرف عليها سريعا في الفيديو بتاعنا. مبدئيا العربيه بتنافس فئه الام بي في، واحده من اشهر عربيات الام بي في السوق المصري، واحده من اكثر العربيات مبيعا كمان في فئه الام بي في السوق المصري. طرحت عندنا بقالها حوالي 3 سنين او 4 سنين، النهارده او السنه دي بنشوف نسخه الفيس ليفت الجديده من العربيه. ابرز التغييرات اللي حصلت في نسخه الفيس ليفت هنتكلم عليها دلوقتي في الفيديو بتاعنا من خلال استعراض الفئه الثانيه من العربيه. العربيه بتطرح بفئتين، الفئه الاولى سعرها 530,000 والفئه الثانيه سعرها 560,000، ودي اللي هنتكلم عليها النهارده. طيب سريعا كده من قدام وعلى مستوى التصميم موجود في العربيه، التصميم اللي موجود في العربيه من قدام هنلاحظ مبدئيا اختلاف الجزء ده اللي هو كان في الفئه اللي قبل كده جزء اساسي هو المحتل الشبكه كلها، وكان عباره عن ريشتين، يعني الريشه دي بالاضافه للريشه دي كمان وكان في ريشه ثالثه وما بينهم فواصل عباره عن شبك، وما كانش عندنا الجزء ده، الجزء ده ما كانش موجود. دلوقتي بقى موجود عندنا جزء شبك بياخد شكل خليه النحل مع يعني ايه اختصار للجزء ده، بس بقى اعرض برضو يعني لسه عريض ولكن يعني مختصر بقى شريحتين بدل ثلاث شرايح. نلاحظ كمان فتحات التهويه السفليه اللي موجوده هنا شكلها اختلف، وكذلك الفريم اللي موجود حوالين الفوج لايت الاماميه برضو شكله اختلف. خلينا اقول لك كمان ان لون الفريم اللي موجود هنا لونه الرصاصي ده في اختلاف ما بينه وما بين الفئه الاولى، لان في الفئه الاولى بيكون بلون اسود لكن الفئه الثانيه هنا بيكون اللون بتاعها رصاصي مميز شويه. طيب منظومة الإضاءة الأمامية لازالت كما هي في النسخة أو في الفئتين الأولى والثانية، وفي نسخة الفيس ليفت هنا منظومة الإضاءة الأمامية بتكون هالوجين ولكن مع اكستنشن بيجي بالطول كده زي ما احنا شايفين للفانوس الأمامي، فده برضو تغيير يعني مدي منظر شوية شياكة للعربية. أما بالنسبة لمنظومة الإضاءة اللي موجودة هنا الإضاءة النهارية فبتكون LED وإضاءة الإشارات موجودة مدمجة جواها ولكن الإضاءة بتاعتها هالوجين برضو، يعني الإضاءة LED الوحيدة اللي موجودة في مقدمة العربية هي الإضاءة النهارية اللي موجودة هنا. تعالوا كده نبعد شوية ونبص بصة على مقدمة العربية والتغييرات اللي حصلت فيها. ده كده شكل مقدمة العربية من زاوية بعيدة شوية علشان برضو تلاحظوا التغييرات اللي حصلت. طبعا الفوج لايت الأمامية هالوجين، الإضاءة الرئيسية هالوجين زي ما اتفقنا، ودي تغييرات اللي حصلت. كلمة اكسباندر المكتوبة هنا ده اكسسوارز موجودة إضافية ممكن تضيفوها لو انتم حابين. منظومة الحركة في العربية لازالت كما هي، مفيش فيها أي اختلاف، نفس المحرك المايفك ال 1500 سي سي أو 1.5 لتر متوصل على نفس نقل الحركة الأوتوماتيك الأربع سرعات ونفس القوة الحصانية 77 حصان و 141 نيوتن متر مع تعليق أمامي ماكفيرسون والخلفي بيكون تورشن بيم. طيب واحدة برضو من أبرز الاختلافات اللي حصلت في نسخة الفيس ليفت هو الأبعاد بتاعت العربية. عندك فرق في الطول حوالي 15 أو 12 سنتي في الحدود دي، وده هيبان معاك قوي عند الباب الخلفي. هتلاحظ إن الباب الخلفي حجمه بقى أكبر شوية، بيديك مساحات جلوس أوسع شوية داخل المقصورة الداخلية. طيب عندنا كمان ارتفاع الأرض أو الارتفاع عن الأرض اللي هو الخلوص الأرضي بتاع العربية زاد حوالي 2 سنتي، دلوقتي بقى عندك 22 سنتي ونص تقريبا الارتفاع بعد ما كان 20 سنتي ونص بس في نسخة ما قبل الفيس ليفت. تطعيمات الكروم اللي موجوده او البلاستيك الرصاصي اللي موجوده في العتب هنا دي بتميز الفئه الثانيه عن الفئه الاولى. برضو من ابرز مميزات الفئه الثانيه عن الفئه الاولى فيما يتعلق على مستوى او بمستوى التصميم في نسخه الفيس ليفت عندنا مقابض الابواب بتكون من الكروم كيلس انتري باب السائق وباب الراكب الامامي، وطبعا ده مش موجود في الفئه الاولى. وعندك كمان المرايات الجانبيه بتيجي من الكروم، اما المرايات الجانبيه والمقابض في الفئه الاولى بتكون بنفس لون العربيه. طبعا عندك اضاءه موجوده هنا اضاءه خاصه بالاشارات، والمرايات الجانبيه هنا قابله للضبط كهربائيا وبتضم كمان كهربائيا من داخل العربيه. هنلاحظ كمان تطعيمات الكروم اللي موجوده زي فريم حوالين الازاز الخلفي والازاز الجانبي اللي موجود هنا، هنلاحظ ده برده موجود في الفئه الثانيه مش موجود في الفئه الاولى. الازاز الخلفي فامي وكذلك الجزء ده، وكذلك كمان الجزء الخلفي او الازاز الخلفي تماما اللي مزود بسخانات عشان الشبوره والضباب برده بيكون فامي. هنلاحظ كمان هنا انتنه زعنفه القرش اللي موجوده هنا دي برده موجوده في الفئه الثانيه مش موجوده في الفئه الاولى. في الفئه الاولى بتكون انتنه عاديه، سبويلر موجود هنا مع اضاءه تحذيريه خاصه بالفرامل بتيجي ال اي دي، والاضاءه الخلفيه بتكون ال اي دي كمان. طيب هنلاحظ طبعا مفيش غنى يعني عن الجزء ده اللي هو بيجي على العمود سي بتاع العربيه، جزء من الاضاءه بيجي بشكل طولي في العربيه والجزء الثاني بيجي بشكل عرضي على باب الشنطه. واحده برده خلونا نرجع كده الاول نبص بصه كده على شكل الظهر بتاع العربيه والتغييرات اللي حصلت فيه. يمكن واحده من ابرز التغييرات اللي حصلت هو الديفيوزر الخلفي اللي موجود هنا، هنلاحظ ان شكله كمان اختلف شويه، شكل الباب بتاع الشنطه كمان اختلف شويه او المحيط حوالين الجزء بتاع الفانوس الخلفي يعني شكله اختلف الى حد ما. ونلاحظ عواكس الاضاءه اللي موجوده على الجنبين يمين وشمال، والفوك لايت الخلفيه اللي موجوده هنا برضو حاجه اضافيه موجوده. طيب
عندنا برضو من ضمن الاختلافات الكاميرا اللي موجودة هنا دي موجودة في الفئة الثانية مش موجودة في الفئة الأولى، وده معناه ان احنا عندنا شاشة في الفئة الثانية وما عندناش شاشة في الفئة الأولى، هنتكلم عنها لما ندخل في العربية. طيب مساحة التخزين بتاعت العربية لا زالت تقريبا كما هي، مساحة تخزين مناسبة جدا 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 للعائلات، عندك مساحة تخزين إضافية موجودة هنا في بطن الشنطة، وطبعا قابلة للطي الكراسي أو الصف الثالث من المقاعد قابل للطي في حالة ان انت حبيت تستغل المساحة بشكل أقصى ما يمكن. طيب عندك جزء إضافي أو حاجة إضافية، تجهيز إضافي موجود هنا، وهو ال 12 فولت اللي موجودة في المقاعد الخلفية هنا، ده موجود في الفئة الثانية مش موجود في الفئة الأولى. أحزمة أمان موجودة في الخلف، وعندك كمان مقابض هنا علشان تساعدك في عملية الركوب أو في عملية النزول. كاب هولدرز موجودة مع مساحات تخزين على اليمين وعلى الشمال، وممكن كمان تتني أو ترجع الكرسي بالشكل ده وترجع الظهر كمان لو حابب، يعني تتحكم في أكتر من مستوى للظهر. طبعا الشنطة بتفتح يدويا وبتقفل يدويا برضو، مفيش أي كهرباء. طيب من الداخل لازال الفرش كما هو من القماش، مفيش اي اختلاف. الاختلاف بيحصل في الماتيريال، بتلاحظوا هنا الماتيريال يمكن بيسموه ماتيريال مجود شويه في الفئه الثانيه، في الفئه الاولى بيكون قماش بس الماتيريال عاديه شويه. عندنا هنا كمان الجزء ده ممكن بكل بساطه اتنيه من الحته دي كده، بيتني ثانيه واحده اهو كده، بنتنيه بالشكل ده بيتحول لمسند ايد خلفي كاب هولدر بالشكل ده. عايز ترجعه تاني بتروح شادد الحتة دي كده وترجعه تاني وخلاص بيرجع تاني زي ما كان. طبعا الدخول للصف الثالث من المقاعد برضو بيكون بكل سهولة من خلال المقبض اللي موجود هنا، وحركة واحدة بتعمل كده والكرسي بيروح متني على نفسه بالشكل ده، ومن هنا بتقدر تدخل للصف الثالث من المقاعد بكل سهولة. طيب من ضمن الحاجات برضو المشتركه ما بين الفئات الثلاثه في الفئتين عفوا بتاع الاكسباندر، هو عمر السلامه والامان، واللي منها الايزوفيكس واحزمه الامان الموجوده في كل مكان تقريبا في العربيه. لاحظ كمان فتحات التكييف العلويه اللي موجوده في الجزء الخلفي من العربيه، ده برضو مشترك ما بين الفئتين ما فيش فيه اي اختلاف، وعندك بكره هنا للتحكم في شده الهواء مش اكتر من كده. وطبعا المقابض اللي موجوده يمين وشمال، ومساحات تخزين مختلفه في احجامها هنا في ظهر الكرسي. طبعا مفيش عندك نفق فتيس، فبالتالي الجلوس في المنتصف هيكون مريح جدا. المساحات بشكل عام هي ابرز ميزه بتوفرها اكسباندر هنا من ميتسوبيشي. طيب تعالوا كده نبص بصه هنا على التابلو الامامي، وبعد كده نطلع نتكلم عنه بشيء من التفصيل. يلا بينا. الماتيريال يعني نسيت اقول لكم على الماتيريال، ماتيريال بلاستيك طبعا، كل ده بلاستيك بالكامل مع مساحه تخزين موجوده في الابواب، مفيش اي اختلاف. يمكن الديزاين بتاعه اختلف شويه عن نسخه ما قبل الفيس ليفت، ولكن بشكل عام هو الماتيريال زي ما هو. طيب واحده من ضمن الاختلافات اللي حصلت هو ضبط ارتفاع كرسي السائق. في الفئه الاولى من نسخه الفيس ليفت للاسف الاوبشن ده اتلغى، واتلغى كمان الشاشه اللي موجوده هنا في الفئه الاولى من نسخه ما قبل الفيس ليفت، كان في شاشه لكن دلوقتي مفيش شاشه. طيب عندنا هنا وحده تحكم في المرايات الجانبيه مع وحده تحكم في ارتفاع عدسه الاضاءه، وهنا الانفو الخاصه بالشاشه الصغيره اللي موجوده في الحته دي، وعندك كمان هنا شاشه الاعدادات، وعندك كمان هنا عجله القياده بتكون مالتي فانكشن. في عندك جزء هنا للتحكم في الانفوتيمنت سيستم، وهنا فتح وقفل المكالمات والفويس كوماند او الاوامر الصوتيه، لكن هنا مفيش حاجه. في الفئه الاولى للاسف برده مفيش اي جزء هنا، يعني وحده الاعدادات او عفوا عجله القياده بتكون عجله قياده عادية جدا. شاشة الانفوتيمنت سيستم تقبل الاتصال بالابل كار بلاي والاندرويد اوتو، وطبعا بتعكس من خلالها رؤية الكاميرا الخلفية، للريزوليوشن بتاعها مش وحش مقارنة بالمنافسين بتوعها اكيد. طيب فتحات التكييف الموزعة على طول التابلو الامامي بالشكل اللي احنا شايفينه ده، على شمالك وفي المنتصف وعلى يمينك، ولو نزلنا لتحت شوية هنا البكر للتحكم في التكييف اللي بيجي منطقة واحدة، ومجموعة الازرار مع يو اس بي تايب اي وفتحة 12 فولت. عندك بيانو بلاك موجود حوالين عصاية نقل الحركة، واثنين كاب هولدر وفرامل ايد يدوية زي ما احنا شايفين، ومفيش مسند ايد، يعني ما نقدرش نقول ان ده مسند ايد، هو مساحه تخزين اكتر منه مسند ايد، مساحه تخزين عميقه جدا لتحت، لكن صعب تحط ايدك عليه اثناء القياده. لابس بوكس موجود كبير جدا، وفي فوق منه زي رف كده علشان برضه تقدر تستغله في تخزين اي حاجه. اما الماتيريال المستخدم فهو ماتيريال برضه من البلاستيك، ولكن متماسك وبيجي يعني شيك جدا، وبيديك احساس ان هو جلد من بعيد. طيب عندنا فتحات برضه للتهويه موجوده هنا، يعني في الجزء ده كمان غير الجزء اللي موجود هنا. ونتنقل بكده سريعا على عوامل السلامه والامان في العربيه. عندنا اثنين ايرباج، ايرباج للسائق وايرباج للراكب الامامي اي بي اس اي بي دي، وعندك كمان احزمه امان منتشره على طول العربيه بشكل عام، سواء الامامي
او في المنتصف او في الخلف خالص. طيب شاشه العدادات انالوج زي ما هي مفيش اي اختلاف، ولكن يمكن الاختلاف موجود هنا في تطعيمات الكروم اللي موجوده على شكل دائري حوالين عداد السرعه وعداد الار بي ام، ده موجود في فئه ثانيه مش موجود في الفئه الاولى. حساسات المطر موجوده وحساسات الاضاءه كمان موجوده في الفئه الثانيه. طبعا زرار ستارت ستوب انجن مع الكيلس انتري باب السائق وباب الراكب الامامي، ده برضو واحده من مميزات الفئه الثانيه في نسخه الفيس ليفت مش موجوده في الفئه الاولى من العربيه. بكده نكون وصلنا لنهاية الريفيو بتاعنا لميتسوبيشي اكسباندر فيس ليفت 2023 لفئاتها التانية. زي ما اتفقنا في بداية الفيديو برجع عيد تاني، السعر سعر العربية الرسمي في فئاتها الأولى 530,000 وفئاتها التانية 560,000. طبعا في فرق حوالي 30,000، واستعرضنا كمان في الفيديو ده أبرز الفروق ما بين الفئتين في نسخة الفيس ليفت. أشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد وعربية جديدة. مع السلامة.